بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم الثلاثاء كان عندنا في فلسطين حدث عظيم هز الشارع الفلسطيني، وهو استشهاد الأسير ناصر أبو حميد بسبب الإهمال الطبي والإضراب العام يعم الضفة الغربية. أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية استشهاد الأسير القائد ناصر أبو حميد 50 عاما اليوم الثلاثاء جراء سياسة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال في حق الأسرى، وهذا ما يسمونه الإهمال الطبي المعتمد، القتل الطبي التي تتبعها إدارة السجون في الاحتلال. وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت ظهر أمس الاثنين الأسير أبو حميد بشكل عاجل من سجن الرملة إلى مستشفى أساف هاروفي بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية. وأعلنت محافظات الضفة والقدس الإضراب الشامل بعد الإعلان عن استشهاد القائد الأسير ناصر أبو حميد، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن صفارات الإنذار دوت في سجن عوفر وانطلقت أصوات التكبير من الأسرى. ونعت أسرة الشهيد ناصر ابنها، كما نعت مساجد مخيم الأمعري برام الله الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، في حين أعلن الإضراب والحداد. وقالت إدارة الأسرى والمحررين أن أصوات التكبير والطرق على والطرق على الأبواب تهز جدران السجون في هذه الأثناء. اسمعوا الآذان الذي أذن وإعلان محمد استشهاد الأسير ناصر أبو حميد. كما نعى رئيس دولة فلسطين السيد الرئيس محمود عباس الشهيد ناصر أبو حميد، وتقدم بحر التعازي إلى المناضلة أم ناصر خنساء فلسطين والدة الشهيد ناصر أبو حميد ووالدة الشهداء والأسرى والجرحى. وبدأ الوضع الصحي للأسير التدهور بشكل واضح منذ شهر أغسطس آب العام الماضي 2021، حيث بدأ يعاني من آلام في صدره وتبين أنه مصاب بورم في الرئة. وأعيد نقل الأسير الفلسطيني إلى سجن عسقلان مما أوصله إلى هذه المرحلة الخطيرة، وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذه العلاج الكيميائي تعرض مجددا لمماطلة متعددة في تقديم العلاج اللازم له، ثم سمح له بتلقي العلاج في الآونة الأخيرة بعد انتشار المرض في جسده، وهو مرض السرطان. الشهيد الأسير أبو حميد كان محكوما عليه بالسجن المؤبد 57 عاما، وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضة الحجارة عام 1987 وأمضى فيه 4 أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن مدة 2.5 عامين. وأفرج عن الشهيد ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد وأمضى 4 سنوات من هذا الحكم في السجن، ثم أفرج عنه في إطار مفاوضات، إلا أن الاحتلال أعاد اعتقاله لاحقا وحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الشهيد أبو حميد قد رفض مقترحا تقديم به محاميا طلب عفو من رئيس حكومة الاحتلال في سبيل الإفراج عنه، تأكيدا منه على الحق في الاستمرار في مقاومة الاحتلال واحتراما لمسيرة الشهداء ورفاقه الأسرى. ولد ناصر محمد يوسف أبو حميد عام 1972 في مخيم النصيرات لأسرة لاجئة من قرية السوافير الشمالية في غزة، وقد انتمى إلى حركة فتح
وكان أحد كوادرها في الانتفاضة الأولى، وكان للجماهير في المظاهرات هتاف باسمه شخصيا، واعتقل في الانتفاضة الأولى وأفرج عنه عام 1994. واستعاد ناصر نشاطه في مؤسسات فتح التنظيمية، وأصبح بقائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية أثناء الانتفاضة الثانية انتفاضة الأقصى، وبعد اعتقاله أصبح من قادة الحركة الأسيرة، ومثل المعتقلين في مواجهة إدارة السجون الاحتلال. وهو شقيق الشهيد عبد المنعم أبو حميد، وشقيق الأسير نصر المحكوم عليه بخمسة مؤبدات، وشريف المحكوم عليه بأربعة مؤبدات، ومحمد المحكوم عليه بمؤبدين وثلاثين عاما، وإسلام المحكوم عليه بمؤبد وثماني سنوات. هدم الاحتلال منزل هذه العائلة خمس مرات، ومنع أم ناصر من زيارته السنوات، وقد أطلق على أم ناصر لقب خنساء فلسطين وسديانة فلسطين، وتوفي والده وهو داخل السجن، ولم يتمكن من المشاركة في تشييع جثمانه. أما بالنسبة لناصر أبو حميد فقد كانت وصيته قبل وفاته وصية عامة وجرحت قلوب الملايين. انتشرت وصية الشهيد الأسير القائد ناصر أبو حميد 50 عاما مخيم الأمعري بعد الإعلان عن استشهاده صباح هذا اليوم، وجاءت وصية ناصر أبو حميد كالتالي: أنا ذاهب إلى نهاية الطريق، ولكن مطمئن وواثق بأنني أولا فلسطيني، وأنا أفتخر تاركا خلفي شعب عظيم لن ينسى قضيتي وقضية الأسرى، وأنحني إجلالا وإكبارا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني الصابر. وتعجز الكلمات عن كم هذا المشهد فيه مواساة، وأنا مش زعلان من نهاية الطريق، لأنه في نهاية الطريق أنا أودع شعب بطل عظيم، حتى ألتحق بقافلة شهداء فلسطين وجزء كبير منهم وهم رفاق دربي، وأنا سعيد بلقائه. وأشار نادي الأسير إلى أنه وباستشهاد القائد ناصر أبو حميد يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 233 شهيدا منذ عام 1987، منهم 74 شهيدا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي القتل البطيء، وكان من بينهم هذا العام، بالإضافة إلى الأسيرة أبو حميد، الأسيرة سعدية فرج الله التي استشهدت كذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد. ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم نحو 4700، من بينهم نحو 150 طفلا و33 أسيرا. اليوم حزن شديد في الضفة الغربية بسبب الإهمال الطبي للأسير أبو حميد القائد المسمى بالقائد المقنع الذي أربك الاحتلال الإسرائيلي لمدة أعوام كثيرة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يستشهد اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي. أما بالنسبة لأمه خنساء فلسطين فإنها هي الأم الوحيدة في العالم التي يوجد كل أولادها في السجون، فلها ولدان مستشهدان ناصر محمد والأخ الشقيق الآخر، والأربعة الآخرون الذين ذكرناهم هم في السجون. رحم الله الشهيد ناصر أبو حميد وجعله في الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء والنبيين. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم يا رب اجعلنا كل أهل فلسطين مشروع شهادة في سبيل الله وفي سبيل الوطن. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، ألقاكم إن شاء الله في فيديو آخر. كان معكم الإعلام عماد زيد، وإلى اللقاء.